صباح الخير يا جماعة. صباح الخير دكتور. صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. طبعا أنا عيني معاكم بس شوي. أيوة يا شباب، أيوة يا بنات، كيف حالكم؟ إن شاء الله إنكم بخير. طبعا بالنسبة للدخول والدخول على الزوم، الدخول على المحاضرة بقصد، صباح النور للجميع. طبعا بالنسبة للدخول على المحاضرة، أنا كيف عامل؟ عامل إنه كل واحد بفوت بكون يعني في ميوت عليه، أوكي؟ بس إنه بيقدر يعمل أن ميوت لنفسه. حلو؟ يعني أنا تارك المجال لأي حدا إذا بده يحكي بيعمل أن ميوت وبيحكي، ما في مشكلة. لكن عادة شو بنعمل؟ بنشوف كيف الأمور بتمشي مع الطلاب. إذا مشيت الأمور تمام وضل الوضع ضمن يعني طريقة هادية مريحة بحيث ما فيش إزعاج لا إلي ولا للطلاب، بنضل ماشيين على نفس النهج على نفس الطريقة. لكن في اللحظة اللي كان في حدا مثلا بنزعج من وجود حدا بيحكي، سواء طلاب أو أنا نفسي حتى، خلص بنعمل ساعتها بطريقة تانية، إنه الكل بكون ميوت، الكل بكون ميوت وأنا الوحيد اللي بحكي، وساعتها بنخلي الشات هو المفتوح، أوكي؟ بس مبدئياً خلينا هيك، مبدئياً خلينا هيك، لأنه كمان الانتر أكشن حلو، إنه حدا يحكي، حدا يدخل، إذا أنا سألت سؤال حدا يدخل يحكي، it's okay، فمبدئياً خلينا هيك. اللي ما سجل يا جماعة يسجل، اللي ما سجل ضروري إنه يسجل. ضروري أي حد لساته مش مسجل إنه لازم يسجل ضروري. بدي أعمل شير سكرين وأدخل أول إشي على الكورس أوت لاين اللي بدأنا فيها نحكي عنها المرة الماضية، أي الكورس أوت لاين. أوكي، شايفين الكورس أوت لاين؟ طلعت عندكم؟ دكتور شايفينه. تمام، الكورس أوت لاين اللي حكينا فيها طبعا امبارح، حكينا عن انه في عندنا 3 ميجر سيكشنز، جنرال برينسيبلز بتاخذ معنا وقت طويل تقريبا شهر، اوكي. ذن في عندنا الانالجيسيك دراجز اللي هي مسكنات الالم، تاخذ معنا كمان تقريبا حوالي شهر، اوكي. هلا بعد هيك في عندنا الكيمو ثيرابيوتيك دراجز، رح نحكي عن الانتي كانسر ما لنا علاقه فيه، رح نحكي عن الانتي مايكروبيال دراجز، وفي عندنا اجزاء طويله طبعا اهم جزء فيها رح يكون الانتي بكتيريال. الجزئين الثانيين اللي هم انتي فانجل وانتي فايرال هدول بنخليهم يعني في اخر الفصل، بنحكي فيهم شوي بس مش كثير، يعني مش رح نحكي فيهم بتفصيل عميق، بنحكي فيهم بشكل سريع
لو أخذ كل جزء محاضرة أو محاضرة ونص أو تنتين بكفي، لكن الميجر سكشن رح يكون هو الأنتيبكتيريال ميديكيشن. الميجر سكشن بكون أنتيبكتيريال ميديكيشن في هاي الجزئية، يعني في هاي الجزئية بكون الميجر سكشن هو أنتيبكتيريال ميديكيشن، ومحطوطين A B C D E F بناء على الميكانيزم أوف أكشن إلهم، كيف بيشتغلوا، هل بيشتغلوا على السيل وول، هل بيشتغلوا على البروتين سينثيسز، هل بيشتغلوا على الدي ان اي، فتم تصنيفهم بناء على الميكانيزم اوف اكشن لهم. اوكي، هلا بعدين مكتوب انتندد ليرنينج اوتكمز اللي هي اي ال اوز، هاي انت بتقراها الاي ال اوز لك، وحكينا عن الايفالويشن. طبعا لاحظ انا قلت لك الايفالويشن ممكن يكون 20 40 40 20 اللي هي نشاط مع حضور وغياب، هاي أنا مش كتير مقتنع فيها يعني، بس بدنا نشوف. وأربعين اللي هي assignment وغيره، أوراق عمل وظائف وممكن كويز ممكن كذا، أوكي برضو أنا مش كتير مقتنع فيها. والجزء الامتحان الوجاهي اللي هو 40%، زي ما حكيت لكم أول جزئين لسه ما بتينا فيهم، خلال أيام فقط يعني إن شاء الله الأسبوع الجاي في محاضرة الثلاثة بعطيكم الخبر النهائي، ما بصيرش أتأخر عليكم، بعطيكم الخبر النهائي بالنسبة للإيفاليويشن، ما بصير أتأخر عليكم عشان ترتب أموركم، كل واحد يعرف إيش اللي جاي. مبدئيا ممكن نهتم أكثر في الامتحانات، يعني التوجه الأكبر رايح للامتحانات، إنه first exam second exam final exam، والfirst والsecond بده يكون وجاهي جوا الجامعة. طبعا إن شاء الله أمور الكورونا إنها تمشي، ما يكونش في وضع صعب، ساعتها التوجه الأكبر كمان بيكون أكيد مع الامتحانات. يعني على كل حال بنشوف إحنا إيش اللي راح يصير، وخلال أسبوع بحكي لكم أنا إيش التفاصيل اللي راح تكون بالنسبة للإيفاليويشن. فبدأياً هوك إحنا خلصنا الكلام في هذا الكورس أوتلاين، وهلأ بنحكي بندخل على الماتيريال وبنعمل شير سكرين للسلايد الأولى، بعدت لكم إياها طبعاً أنا على الإي كلاس وعلى الفيسبوك على الجهتين. السلايدات دائما راح اشاركهم اول باول على الاي كلاس وعلى الفيسبوك. طبعا ما بعمل انا شير لكل الماتيريال من بدايه الفصل، لانه عاده بكون اعدل عليها، يعني ممكن السلايد هاي انا امسكها بالليل قبل المحاضره بيوم يومين اعمل شويه موديفيكيشن عليها، بكون في اشياء استجدت، بكون في شويه كلام حابب ارتبه بطريقه ثانيه، تعرف الواحد دائماً بغير ببدل. مبدئياً خلينا ننزل السلايد مثلاً قبل بيوم أو قبل بيومين، بس هيك يعني تعمل عليه شوية تعديل إذا لزم الأمر، إذا ما لزم الأمر خلص بتركها مثل ما هي، ببعث لكم إياها. عادة بنزلها على الجهتين، على الجروب على الفيسبوك المحاضرة بشكل رسمي. إحنا طبعاً موضوعنا الانترنت كونكشن از انستابل. اوكي احنا موضوعنا جنرال فارماكولوجي و انترودكشن تو فارماكولوجي. احنا في عندنا انترودكشن تو فارماكولوجي. الانترودكشن تو فارما بنبدأ فيها يعني كلام أساسي وديفينيشنز وتعريفات ومصطلحات وكلام بسيط على الانترو، كيف بدنا ندخل على الفارما. ندخلنا على الفارما بدنا نبلش نعرف، يعني نعمل ديفينيشن لبعض الأمور، من أهمها هي كلمة عنوان المساق اللي هي الفارما. إيش يعني فارما؟ إيش يعني فارماكولوجي؟ الفارماكولوجي هي مأخوذة أصلا من كلمتين اللي هي الفارماكون الكلمات اللاتينية مع لوجوس. الفارماكون معناها درج، لوجوس معناها ساينس علم، يعني علم الدواء. طبعا علم الدواء كلمة كبيرة متشعبة، يعني مش محصورة في كلام محدد، لا هي يعني كلام متشعب جدا. شوي سامعيني يا جماعة؟ سامعيني حاسس في إشي في الكونكشن.
تمام، بس أشوف مين حكي معاي. فارماكون ولوغوس. فول سكرين، هلأ بعمل فول سكرين يا إسراء. أوكي تمام، فارماكون ولوغوس يعني علم الأدوية. طبعا علم الأدوية كلمة تتشعب، يعني مش تمام تحكي عن يعني كلام محدد في الدواء، أي شيء له علاقة في الدواء يندرج تحت عنوان علم الدواء. فإحنا لما نقول علم الأدوية هي تعني كل شيء له علاقة في الدواء، كل شيء يعني كل ما يخطر على بالك، كل ما يخطر على بالك. يعني إذا بنحكي عن طريقة عمل الدواء اللي هي اللي بنسميها الميكانيزم أوف أكشن، هاي لها علاقة كبيرة وطيدة في إشي اسمه علم الأدوية أو يعني drug science. أوكي، لما نيجي نحكي عن الكاينتيك بروفايل يعني حركة الدواء absorption distribution metabolism excretion، كمان هاي إلها دور في علم الدواء. لما نيجي نحكي عن السايد افكتس الآثار الجانبية لدرج درج انتراكشن تفاعلات بين الأدوية الكلينيكال يوزز يعني الاستخدامات العملية للدواء، ما هو أحيانا استخدام الدواء عمليا يختلف عن فقط ال البيور ساينس اللي فيه. أوكي، يعني ممكن الميكانيزم عفوا الميكانيزم في أكشن تعطيك إشارة لاستخدام معين، بس عمليا في الكلينيكال براكتس بتم استخدام الدواء لأشياء أخرى. فكمان الحكي عن الكلينيكال يوزز كمان مهم في الحكي عن علم الأدوية. أوكي، هلأ في يعني كلام كبير جدا ومتشعب جدا، بس احنا مبدئيا خلينا نختصر على هيك بأنه أي شيء له علاقة في علم الأدوية هو يعتبر علم أدوية. مثلا حتى لو نيجي نحكي كمان عن الـ cost of drugs، تكلفة الدواء، الـ commercial issues، الإشي اللي له علاقة في التجارة كمان في الأدوية كمان بندرج تحت عنوان علم الأدوية وفارماكولوجي. أوكي، فالكلمة كبيرة واسعة، بس اطلع الميجر قبل ما أدخل على السلايد الثانية. الميجر يعني الكور في علم الأدوية هي الميكانيزم of action. الكور هي الميكانيزم of action، يعني the most important issue is the mechanism of action. فلما أنا بقول علم الدواء يعني أساساً طريقة عمل الدواء. أوكي، الأشياء الثانية شو بتصير غالباً إذا بدك التفصيل الأكبر، الأشياء الثانية بتصير ممكن نسميها drug information، يعني معلومات دوائية drug information. وفي مساق يدرس في كلية الصيدلة اسمه drug information، يعني معلومات دوائية، يعني نصير نحكي عن الدواء بشوية تفاصيل بمعلومات دوائية عنه زي السايد افكتس وغيره، ايش بيعمل سايد افكتس، ايش في مشاكل عليه، ايش في كذا. هاي اسمها drug information، معلومات دوائية. بس الكور فارماكولوجي معناها mechanism of action. فإذا بدك كلام ما تنساه جنب كلمة فارماكولوجي حط في بالك mechanism of action، والmechanism of action بيختصروها MOA، يعني mechanism of action MOA. الميكانيزم اوف اكشن يعني طريقة عمل الدواء، يعني ايش بيعمل الدواء. يعني الدواء هذا مثلا مسكن الم، شو بيعمل حتى يسكن الالم؟ هو بفوت على الجي اي مثلا، بتبلعه انت حب الدواء بلعتها، تدخل على الجي اي، ذن بيحصل لها ابزوربشن على الدم، تتوزع في الدم كله. طب يعني هي وصلت للدم وتوزعت في الدم، وبعدين بيحصلها اوكي يعني ديستريبيوشن في البادي تيشوز. طيب توزعت في كل الجسم، في كل انحاء الجسم. طب وبعدين يعني كيف بتشتغل؟ System of action is the core of pharma. Mechanism of action، ما تنسى اللي هي ميكانيكية عمل الدواء. تمام، هلا في عندنا mainly two divisions، two major divisions، kinetic و dynamic.
الكاينتك اللي هي حركة الدواء والدايناميك اللي هو فعل الدواء. الكاينتك هي حركة الدواء والدايناميك هي فعل الدواء. إذا بدك يكون في معاك دفتر نوتس أو كذا ومع ألم وأكتب أشياء بحكيها مهم. في أشياء بحكيها بتكون مهمة، ممكن تكون حتى مهمة في الامتحانات. في أشياء حتى ممكن ما ممكن حتى تشوفها في الكتب إلا نادرا يعني. في أشياء بحكيها بناء على خبرة معينة وكذا. أنت حاول إنك تكون مصحصح ومركز وأكتب أشياء أنا بحكيها. أكتب نوتس يا على نفس السلايد إذا إنك بتكون عاملها print out، يا إما على دفتر نوتس يا كذا. حط إشارة إنه مثلا كلامي كان مرتبط في السلايد رقم كذا. مهم. الكاينتك حركة الدواء والدايناميك فعل الدواء. سؤال، إحنا بناخد الدواء مشان الكاينتك ولا مشان الدايناميك؟ حدا يجاوب. عشان الدايناميك. بالضبط. إحنا بناخده مشان الدايناميك. إحنا بناخد الدواء بالضبط مشان الدايناميك. إحنا بدنا مفعوله. طب هو الكاينتك ليش بصير؟ هذا حاصل غصب عنا. يعني الكاينتك إشي أنت ما بدك إياه، أنت مش متطلع عليه. أنت كحدا مريض بتشرب حبة دواء، أنت ما بدك كاينتك، أنت بدك دايناميك، أنت بدك الإفكت. وحتى الدايناميك أنت ما بدك إياه كله. لاحظوا شو بحكي. حتى الدايناميك أنت ما بدك إياه كله. يعني من هاي السلايد أنت بدك ربعها بس. أنت بدك لما تشرب حبة الدواء. كمان مرة إيش حكيتي؟ إحنا يعني ما بدنا من الدايناميك الأدفيرس إفكت. بالضبط. أنت بدك بس البوزيتيف إفكت. البوزيتيف إفكت. فالدايناميك بدها بوزيتيف. بدك منها البوزيتيف. والنيجاتيف إفكت اللي هي حاصلة تلقائيا من الدايناميك زي السايد إفكتس والتوكسيسيتي، هاي ما بدناش إياها. فإحنا بدنا نص الدايناميك بالضبط هيك. طب والكاينتك إحنا ما بدنا إياها بالمرة. مش ما بنيها لأنها سيئة، إحنا ما بنيها لأنه يعني بقصد مش هدفنا. يعني الكاينتك هي مش تارجت. الكاينتك حاصلة by the way. by the way كيف يعني؟ يعني أنت بدك تروح على الجامعة، أنت ساكن في الخليل وبدك تروح على الجامعة، تطلع فيها السيارة بتوصلك للجامعة. أنت هدفك الجامعة، أنت هدفك الوصول للجامعة. الطريقة هاي اللي مشيتها وركوبك في السيارة وكلامك مع شوفير التاكسي ودفع المصاري والأجرة، أوكي، وصار في عثرات وصار في حواجز في الطريق وصار في مشاكل وتأخرت عن الجامعة نص ساعة وصار في كذا وصار في كذا، وبعدين بالآخر وصلت الجامعة. كل اللي حصل هذا في الطريق قبل وصولك للجامعة هذا كله حاصل by the way. أنت ما بدك إياه، أنت مش هدفك يعني. أنت ما بتطلع على الجامعة مشان تمشي في الشارع، أنت ما بتطلع على الجامعة مشان تشوف حاجز في الطريق. هذا كله حاصل by the way، أوكي، بس احنا بدناش اياه، بس هو حاصل لكنه مهم لانه هو بيأثر بالاخر على الوصول، صح؟ فهو مهم. الكاينتك اللي هي حركة الدواء بمعنى وصول الدواء للمكان المطلوب ببروفايل معين بزمن معين بأونست اوف اكشن معينة. أونست يعني لحظة بداية المفعول. بديوريشن اوف اكشن اللي هي فترة المفعول. بتفاصيل كثير. هاي هذا بنسميه كاينتك بروفايل. الكاينتك بروفايل حاصل باي ذا واي. كله في جزء منه بوزيتيف اللي هو اللي بنسميه الافكتيفنس، هذا انت بدك اياه، وفي جزء منه بنسميه سايد افكتس او توكسيسيتي، هذا انت ما بدك اياه. هلا التوكسيسيتي والسايد افكتس كلمتين نوعا ما مترادفات. انتبه شو بحكي. كلمة توكسيسيتي لا تعني موت، سمية وموت. كلمة توكسيسيتي تعني توكسيك إفكتس، أوكي؟ فلما أنا بقول من التوكسيسيتي للدواء إنه بيعمل هيديك يعني وجع راس، هاي تعتبر توكسيك إفكتس. توكسيك يعني من سميات الدواء، من سميات الدواء إنه بيعمل والله هيديك، إنه بيعمل جي آي ديستيربنسز، إنه والله بيعمل تأثير سلبي على الكلى، إنه بيعمل كذا، بيعمل هاي اسمها توكسيك افكتس. فكلمة سايد افكتس او توكسيك افكتس بتعني غالبا نفس المعنى. توكسيسيتي يعني سمية، يعني اثار جانبية، اوكي، فلا تعني بمكانها في سرد الحديث، لا تعني توكسيسيتي انه والله سمية وموت، اوكي. واحيانا اثناء الحديث بكون احنا قصدنا في كلمة توكسيك يعني السمية العالية، بس مبدئيا كلمة
toxic effects هي مرادفة لكلمة side effects. خليك عارف هيك. اوكي احنا خلصنا هاي السلايد اللي هي سلايد رقم 3. بنيجي على التفصيل الاكثر. هي الدايناميك اللي هو الميكانيزم اوف اكشن دراج اكشن اند ميكانيزم. اوكي اللي هي تاثير حبه الدواء على جسمك. الفيجر هاي مهمه. تاثير حبه الدواء على جسمك. والدايناميك اللي هو اللي حاصل باي ذا واي انه جسمك شو عمل في حبه الدواء، شو عمل فيها، عملها absorption، عملها distribution، وعملها metabolism، وعملها excretion. absorption يعني امتصاص، distribution يعني توزيع في الجسم، metabolism يعني في الليفر بيحصل لها تحويل من شكل لآخر. بس في الليفر ولا في مكان تاني؟ بس في الليفر بيحصل الميتابوليزم ولا في مكان تاني؟ في جدار الجهاز الهضمي، في كل مكان، الكدني، في كل مكان. الميتابوليزم حاصل في كل مكان، بس الميجر اورجان اوف ميتابوليزم الليفر. الليفر يعني ممكن 95% من الميتابوليزم بيحصل في الليفر، بس ممكن يحصل الميتابوليزم في كل مكان. ممكن يحصل الميتابوليزم في المعده، تحويل الدواء من شكل لاخر، في السكن، ممكن يحصل في البلد نفسه، ممكن يحصل في جدار المعدة وجدار الجهاز الهضمي، ممكن في أي مكان يحصل، في أي خلية ممكن يكون عندها استعداد أو عندها الأكس. بس الجزء الأكبر في الليفر. الليفر هو مصنع الميتابوليزم، هو المكان اللي بيحصل فيه الميتابوليزم أساساً. لما تيجيني إشارة إنه الكونكشن is unstable بسكت شوي وبعدين برد بكمل، أوكي؟ حتى إنه ما أحكي كلام يكون متقطع. الإكسكريشن هي طرح الدواء، طرح الدواء من الجسم. من وين بتم طرح الدواء؟ الكدني ومع البايل سولتس موجودة في الكبد. أوكي أساساً the major organ. الميجر اورجان اوف اكسكريشن الكدني بالضبط. انا ممكن يحصل في الستول، ممكن جي اي سيستم جزء منه يخرج في الستول ممكن، بس اساسا هي الكدني. طب ليش الكدني؟ لانه الدواء كان موجود في الدم، وخروج اي شيء من الدم بيتم عن طريق الكدني، صح؟ هلا خروج صح. اي شيء من الجي اي سيستم بيتم عن طريق الستول. اوكي عن طريق الستول بتم ديفيكيشن واخراج، والستول بيحصل. اوكي طيب خروج اي شيء يوجد في الدم، هذا لابد ان الله الاشي وصل الدم، ما إلوش مخرج الا الكدني. طبعا في مخارج اخرى بس بتكون عاده ماينر. انتبه انا بحكي في كلمه اكسكريشن، طبعا كله راح ندخله في طريقه مرتبه. بدي انا بعطيك انترو، بس انترو. لما نقول excretion قلنا الميجر أورجان هي الكدني. طيب في أشياء تانية ممكن تعمل excretion؟ نعم، أول إشي الستول. طب شو كمان ممكن؟ ممكن عن طريق الآن بالضبط العرق sweating عن طريق العرق، ممكن عن طريق اللنج بالضبط. الدواء موجود في الدم وصل لعند اللنج وحصل له exhalation في اللنج ممكن، أو الدواء مش موجود في الدم لكنه تم استنشاقه عن طريق البخاخات. بتعرفوا البخاخات تاعت الأزمة والربو وكذا، بتم استنشاق الدواء وصل لللنج عمل مفعوله، والإكسكريشن بكون ميجر عن طريق اللنج نفسه ممكن، وبكون ماينر عن طريق الدم. طيب other organs of excretion ممكن عن طريق الدمع. يا سلام، بيطلع دواء في الدمع. نعم أي body secretion ممكن يطلع فيه دواء، بس طبعا بتصير اجزاء ماينر تريسز، اشي لا اجزاء لا تذكر. بس حتى لو كانت 1% يعني من ناحيه علميه المفروض تذكرها انه في organs of excretion rather than بس الكدني. الموضوع مش بس كدني، في غيرها كمان. اوكي ممكن عن طريق
ليفر. اسمع كمان شو بدي احكي. كلمة ميتابوليزم زائد كلمة اكسكريشن بنسميهم إليمينيشن. الميتابوليزم مع الاكسكريشن بنسميهم إليمينيشن. إليمينيشن يعني حذف الدواء. طب شو علاقة حذف الدواء في الميتابوليزم؟ يعني اكسكريشن حذف مفهوم، تمام؟ اكسكريشن اللي هو الطرح، طرح الدواء في البول، هذا سميناه حذف. إليمينيشن مفهوم. طب ليش أنا بقول هلأ بأنه الميتابوليزم مع الإكسكريشن بنسميه إليمينيشن؟ يعني شو علاقة الميتابوليزم بالإليمينيشن؟ مين بجاوب؟ بغير شكله، بغير شكله، وبالتالي الشكل الأول راح فهو إليمينيشن. أوكي؟ يعني الشكل الأساسي للدواء، الدواء as it is اللي أنت أخذته ودخل على الدم، هذا تم تغييره. لما تم تغييره في الليفر إذن هو حصل له إليمينيشن. بس إليمينيشن مش بمعنى إكسكريشن، لهو لساته موجود في الجسم بس حصل له إليمينيشن بمعنى تغير. هلأ ذن الخطوة اللي بعدها بحصل له إكسكريشن بمعنى طرح وما ضلش فيه دواء. أوكي؟ فهو أول إشي changed يعني metabolized يعني biotransformed. الكلمة هاي برضو بنسميها biotransformation. الميتابوليزم معناها كمان بايو ترانسفورميشن. فهو حصل له بايو ترانسفورميشن، حصل له ميتابوليزم، حصل له تشينجز، حصل له تغيير، حصل له اللي بدك اياه اللي هو جزء من الاليمينيشن، ذن حصل له اكسكريشن. طب ليش بيحصل له ميتابوليزم؟ مين بقول ليش بيحصل ميتابوليزم؟ يعني عمليا شو الهدف من الميتابوليزم؟ عشان نربط على الخلايا تارجت. شوي بس شوية حنان، يمكن رفعت ايدها، تفضل احكي حنان. بقلل التوكسيسيتي للمرض وبقلل تركيزه، ممكن بس التركيز اقل العضو الهدف يعني. لا انا بقصد انا من ناحية كاينتك، انا بقصد من ناحية كاينتك يعني ليش هو حصل له ميتابوليزم، يعني ليش ما يحصل له اكسكريشن وخلص مع السلامة. احكي يا حمزة. ممكن بكون الشداء في الدم يعني. إيش بكون؟ قبل ما يصير ميتابوليزم في الليفر ما بكون ذائب في الدم. قبل ما يحصل له ميتابوليزم بكون ذائب في الدم؟ لا، هو وصل الدم وعمل اللي بدنا إياه وحصل كل شيء صح وأعطى الإفكت المطلوب. اللي قبل ما يروح، قبل ما يحصل له قبل ما يحصل له ال الإكسكريشن، راح حصل له ايش؟ مش مبين معي مين اللي رافعين ايديهم، كثار اللي رافعين ايديهم. طيب اي حدا يحكي، حصل له إيه؟ قبل ما يحصل له اكسكريشن حصل له عشان يتحول من اكتيف، حصل له عشان الاليمينيشن يكون اسهل. تمام، انت دخلت على الكلام الصح. لجين احكي. انا حكيت عشان يتحول من inactive لاكتيف. من inactive لactive، لا هو الاحتمالين واردين، من inactive لactive ممكن ومن active لinactive ممكن، هذا بحكي فيه بعدين بهمش. هداية، لأنه في مواد ما بتقدر تمرق عن طريق الكدني عشان يتخلص منها الجسم، فبنحتاج مثلاً إنه. تمام، دخلتي على الصلب الموضوع. إنه نحتاج إنه. دخلتي على صلب الموضوع، دخلتي على اللي بدي إياه. حلو. رؤى في عندك إضافة ولا أحكي أنا؟ بدك تحكي أحكي يا رؤى. لا هي شغلة انه تمر من النفرون صعب كان يعني بالضبط هو نفس الكلام، يعني انه الخروج صعب فلا بد من تغيير شكله حتى يقدر يخرج. يعني الميتابوليزم هو خدام للإكسكريشن. طب هو شو بحكي؟ يعني الميتابوليزم هو مش حدث كبير مهم لحاله مستقل بذاته، لا، الميتابوليزم هو حدث حتى يحصل إكسكريشن، لانه لو فيش ميتابوليزم مش راح يحصل إكسكريشن. طبعا ممكن يحصل اكسكريشن اذا كان الدواء اوريدي اكسكريتد، يعني نقدر نعمل له اكسكريشن، بس اذا كان لا فلازم يحصل له ميتابوليزم حتى يحصل له اكسكريشن. طب شو معنى يحصل له اكسكريشن؟ يعني يكون افيلبل في الكدني حتى يقدر يطلع. يعني شو اللي عملناه، شو اللي غيرناه لما عملنا تشينجز للدواء في الميتابوليزم؟ لما عملنا تشينجز للدواء في الميتابوليزم، ايش اللي عملناه بالضبط عمليا في الكاينتك للدواء بحيث يقدر يخرج؟ يعني انت بتحول الدواء من شو لشو؟
ممكن الستيريبيليتي الذائبية تاعيته بنغير الكيميكال ستراكشر نغير فيه. تمام ليش؟ رزان ممتاز. عشان ممكن يصير عشان يصير ايش بالضبط؟ عشان يصير سوليوبل. عشان يصير سوليوبل دائب. عشان يصير سوليوبل. عشان يصير ووتر سوليوبل بالضبط. عشان يصير ووتر سوليوبل. هلا اذا كان الدواء طلع شو بحكي؟ طلع بحكي كلام جدا مهم، هذا كله بفيدك في السلايدز الجايه. السلايدز الجايه بنمشي عليها سريع اذا هلا فهمنا القصه صح. هلا الدواء اذا كان ووتر انسوليوبل معناها مش راح يذوب في البول، هو البول ووتر صح، معناها مش راح يذوب في البول وبالتالي برد برجع على الدم، يعني في نفس الكبني في نفس النفرون برد بيحصل له رجوع للدم، يعني 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 it goes back to the blood، برجع back to the blood على الدم برجع. هذا اذا كان شو ووتر انسوليوبل، يعني البول ما بيحمل إشي يكون انسوليوبل، البول ما بيحمل بارتيكلز تطلع برا، اوكي البول بيحمل اشياء بتكون سوليوبل فيه. فلازم اي دواء، مش بس اي دواء، اي إشي بده ينطرح في الكدني يطلع برا الجسم لازم يكون ووتر سوليوبل. طب واذا كان الدواء ووتر انسوليوبل معناه مش راح يطلع، معناه راح يضل في الجسم، واذا ضل في الجسم بيعمل توكسيسيتي بدمرك. طب كيف بدنا نطلعه وهو ووتر انسوليوبل؟ اذا لازم يحصل له ميتابوليزم. فالهدف من الليفر والتشينجز والبايو ترانسفورميشن والميتابوليزم والتغييرات اللي بتحصل على الدواء قبل خروجه، الهدف هي تغييره من ووتر انسوليوبل الى ووتر سوليوبل، او بمعنى اخر من نون بولر الى بولر. فهو بكون نون بولر وبسبح في الدم، بوصل الكبني. اذا وصل باي ذا واي وصل الكبني، طالما انه نون بولر مش راح يطلع، فحتى لو دخل في الكبني برد برجع للدم ضمن ميكانيزم معين راح نوضحها في المحاضرات الجايه. حتى لو وصل للكبني وكان نون بولر بمعنى ووتر انسوليوبل راح يرجع للدم، واذا رجع للدم احنا ما استفدناش، ما خرجناش، لازم نخرج. فكيف بيتم اخراجه؟ بدخل على الليفر بيحصل له ميتابوليزم، الميتابوليزم بطلع ووتر سوليوبل برودكتس بغض النظر واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، يعني بتم تفتيت الدواء إلى ووتر سوليوبل كومباوندز، وهاي الكومباوندز ممكن تكون واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو قد ما بدك، المهم ووتر سوليوبل. ولما صارت ووتر سوليوبل وإذا وصلت الكدني بعديها بتضل طالعة، بتضل طالعة. بناء عليه احنا هدفنا من الميتابوليزم تحويل الدواء من نون بولر الى بولر، كلمات مترادفه، نون سوليوبل الى سوليوبل. سوليوبل وين؟ مش في الدم، في البول. يعني نون ووتر سوليوبل الى ووتر سوليوبل. اذا صار ووتر سوليوبل بيقدر يطلع to be excreted by the kidney. اذا اساسا absorption امتصاص distribution توزيع ميتابوليزم واكسكريشن هي خروج، ميتابوليزم واكسكريشن هي خروج الدواء اللي هو كله بنسميه كايناتيك بروفايل. طب وين الافكت راح؟ احنا بنحكي عن رحله الدواء اللي هي الكايناتيك بروفايل. طب وين الافكت؟ في اي مرحله من هاي المراحل؟ يعني اثناء الابزوربشن في افكت ولا اثناء الاكسكريشن في افكت ولا يعني وين الميجر percentage of dynamic وين بتحصل؟ في الميتابوليزم، في جوا الميتابوليزم في الليفر. دكتور ممكن بين الميتابوليزم والإكسكريشن قبل في الابزوربشن. دكتور الابزوربشن مش في الابزوربشن، إسراء حكت كلام يمكن أقرب ما يمكن. بعد الابزوربشن لما حصل ديستريبيوشن، يعني بعد الديستريبيوشن مباشرة بكون أهم جزئية تمام حنان، أهم جزئية للديناميك بروفايل. طبعا ممكن الدواء يعمل إفكت حتى قبل الأبزوربشن جوا المعدة، ممكن يعمل إفكت أوكي، يعني أثناء الأبزوربشن أو حتى قبل الأبزوربشن لما هو دخل على المعدة ممكن في المعدة نفسها يعمل إفكت.
فالإفكت حاصل في أي مرحلة من المراحل، ممكن أثناء الابزوربشن، ممكن أثناء الديستريبيوشن، ممكن أثناء الميتابوليزم، ممكن أثناء الإكسكريشن. بس أنا بقصد في سؤالي كان إنه وين الميجر بارت of dynamic profile، يعني وين أهم زمن بيحصل فيه إفكت؟ هو غالباً بعد الديستريبيوشن أو أثناء الديستريبيوشن، يعني وهو الدواء عم بنتشر في الجسم كله بكون شغال، بكون شغال وقاعد بعطي في dynamic profile إفكت، سواء كانت توكسيك ولا نون توكسيك. حكينا كلام مهم، واللي حكيناه كان جدا مهم للي جاي. فحتى لو احنا ماشيين بس 5 سلايدات، بس احنا عمليا قاطعين شوط كبير في المعلومات. كاينتك ابزوربشن ديستريبيوشن الى اخره، هذول بنختصرهم طبعا في كلمه ادم عشان ما تنساها، اي دي ام اي ادم، اللي هي الابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم، اللي هي الكاينتك بروفايل للدواء. دايناميك اللي هي ميكانيزم اوف اكشن، والوصول الى ثيرابيوتيك افكت. ثيرابيوتيك يعني علاجيه، يعني الإفكتس العلاجية، يعني البوزيتيف إفكت، والتوكسيك إفكت اللي هي السايد إفكت. حلو، هذا هو الديناميك بروفايل. هلا في عنا سب ديفيجنز أوف فارما، شو قلنا الفارما أساس فيها الميكانيزم أوف أكشن، في أشياء تانية. الأشياء التانية اللي هي تتعلق في أمور أخرى في الدواء، الأمور الأخرى ممكن نصنفها إلى سب ديفيجنز. مش بس هاي الأمور المكتوبة هون باللون الأزرق، يعني مش بس الخمس نقاط هاي، في غيرها كمان، بس مبدئياً أساساً أهم نقاط بنحكى فيها as divisions of pharma هم الخمس نقاط هدول. pharmacogenomics، يعني pharmacogenomics يعني تأثير الجينيتك ماتيريال أو الجينيتك بروفايل للدواء على الإفكتيفنس، على الإفكتيفنس وعلى the fate of drugs يعني مصير الدواء. الجينيتك فاكتورز، دراسة أي شيء له علاقة في الجينيتك فاكتورز وتأثيرها على الدواء، هذا بنسميه فارماكوجينومكس. في علم كبير جدا في هذا الموضوع، والتوجه حاليا العلوم الحديثة والأدوية الحديثة إلى الجينيتك والجين ثيرابي، الجين ثيرابي، بحيث أنك أنت تشتغل على الدي ان اي وتعمل تغييرات في الدي ان اي بحيث تعالج جذريا. لاحظين يا جماعه، وهو في علاج يختلف عن علاج، في علاج انك انت تعالج سيمبتوماتيك، وفي علاج انك انت تعالج جذريا. فتطلع كيف هلا لما واحد في عنده مثلا نقول التهابات بالكلام العام للناس، التهابات يعني في عنده انفكشن، يعني داخل عليه مثلا بكتيريا وفي عنده انفكشن وانت بدك تعالجه، بتصير تعطيه اشياء تخفف من الاعراض اللي بيشكي منها. تخفيف الأعراض هذا اسمه symptomatic treatment، يعني تخفيف أعراض. بس إذا أنت بتعطي antibiotic أنت بتعالج جذريا، أنت عم تقضي على البكتيريا، فهذا اسمه علاج جذري. ففي فرق بين علاج جذري وبين علاج symptomatic. طيب واحد عنده ضغط وأنت عم تعطيه دواء للضغط، هذا علاج جذري ولا symptomatic؟ symptomatic. سيمبتوماتيك بالضبط، سيمبتوماتيك. فيش اي علاج للضغط، فيش حدا عالج ضغط في الدنيا لحد الان، وكذلك السكري وكذلك غيره وغيره وغيره. كل الكرونيك ديزيزز فيش لها اي علاج جذري. علاج جذري بقصد فيه انه يعني يمنع المرض، ينهي المرض، ما في شيء بينهي المرض، المرض موجود، انت بس بتعالج السيمبتوماتيك، بتخفف من الاعراض. طبعا كلمه سيمبتوماتيك مش مسبه، مش انك يعني انت بس بتخفف اعراض وبالتالي انت كانك مش عامل شيء، لا انت عامل شيء. ليه؟ لان السيمبتوماتيك تريتمنت بتمنع الكومبليكيشن. انتبه، يعني لما انا بقول سيمبتوماتيك تريتمنت مش معناته انا بقلل من شان الدواء، لا، سيمبتوماتيك تريتمنت از فيري امبورتنت. ليه؟ تمنع الكومبليكيشن. ببساطه، انا تفرعت بس الكلام مهم. ببساطه واحد في عنده ضغط وانت عم تعطيه دواء ضغط، دواء الضغط شو بعمل؟ بنزل الضغط، بس بنزل الارقام، بدل ما كان ضغطه والله 150 على 100 صار ضغطه 120 على 70. فانت خففت الرقم، انت ما عالج الضغط، انت ما منعت ارتفاع الضغط، انت نزلت الرقم اليوم بس. بكرة اذا بدك تنزل الرقم بده يشرب كمان حبة، وبعد بكرة اذا بده ينزل الرقم بده يشرب كمان حبة. هو كل يوم قاعد بيشرب دواء ضغط مشان بس ينزل الرقم،
يعني فيش أي علاج للضغط بتاتاً، فيش أي علاج للهايبرتنشن بتاتاً. شو اللي عملنا؟ إحنا بس أعطنا إشي سيمتوماتيك يخفف الرقم. آه أوكي، بس ما هو السيمتوماتيك مهم. لما أنت نزلت الرقم أنت ضمنت الحفاظ على أرقام طبيعية معقولة مشان ما يحصل كومبليكيشن، مشان عينيه ما تخرب، مشان الكدني ما تخرب، مشان ما يحصل الجلطات، مشان ما ينفجر الشريان، مشان ما يحصل جلطة في الدماغ، مشان يعني الأهداف كبيرة. فالسيمتوماتيك تريتمنت حتى مهمة، مهمة جدا. نفس الشيء في السكري، انت لما بتخفف أرقام السكر في الدم انت ما عالجت السندروم، السندروم اللي اسمه ديابيتس ميليتس، انت ما عالجته، ما عالجته أبدا. انت بس خففت أرقام سكر في الدم، وتخفيف أرقام السكر في الدم مش إشي بسيط وهين. تخفيف أرقام السكر في الدم بمنع الكومبليكيشنز أوف ديابيتس، وبالتالي بيحمي المريض، وهذا شيء مهم. أنا تفرعت لأنه موضوعي هون يختلف عن اللي بحكي فيه. الفارماكوجينومكس يعني إنك أنت تعالج جذرياً، يعني المرض نفسه تمسكه وتعالجه جينياً، تحط الجين المناسب بحيث تتغير الصفات، تتغير الصفات. مثلاً واحد في عنده هيموفيليا، الهيموفيليا اللي هو اللي عارفين الهيموفيليا، نزيف الدم، نزيف، وهذا النزيف سببه خلل في الفاكتورز، خلل في الكواجيليتينج فاكتورز، والخلل هذا جذري حاصل مش خلل عابر، خلل يعني للأبد بالضبط. فالحل شو بصير؟ انك انت مثلا تعطيه هاي الفاكتورز مشان يرجع الدم يتوازن بتجلطه، وبالتالي يبطل فيه بليدينج. طب والحل الجذري؟ انك تعطيه الجين اللي بيؤدي الى انتاج الفاكتور، وبالتالي يرجع انسان طبيعي. انك تزرع فيه الجين اللي بيؤدي الى انتاج الفاكتور ويكون طبيعي، اوكي، يرجع طبيعي، يبطل هو بحاجه لاي شيء يجلط الدم، يرجع طبيعي، الكواجيليتينج فاكتورز عنده طبيعيه، وفيش عنده مشاكل بالمره. هاي اسمها كلها فارماكوجينومكس، او الاعتماد على الجين ثيرابي، او انك تدخل اي جينيتك فاكتور في موضوع الدواء، هذا بنسميه فارماكوجينومكس. علم كبير مهم حديث متشعب الكل دابب عليه. توكسيكولوجي يعني the study of adverse effect او toxic effect او side effects او toxicity او poisoning، هذا كله له علاقة في التوكسيكولوجي. therapeutics، therapeutics او بنسميها clinical pharmacology، اكتبها مهمة. الثيرابيوتكس اللي هي التخصصي أنا، الكلينيكال فارماسي، الثيرابيوتكس اللي هي الكلينيكال فارماسي أو الكلينيكال فارماكولوجي. الكلينيكال فارماكولوجي أو الثيرابيوتكس أو العلاجيات يعني، أو العلاج السريري، معناها the treatment guidelines، يعني the protocol. في كلام هون ممكن أتفرع منه أنا، بس بديش أضيع وقت كتير، بس على السريع بحكي. البروتوكول يعني الخطة العلاجية للمريض. دخل مريض عنده ديابيتس على الدكتور أول مرة، بشخصه بقول له أنت في عندك ديابيتس، هذا ما بنفع يعطيه دواء ويقول له مع السلامة وخلص، لا، بده يمشي معاه بخطة علاجية، تبدأ بواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تعمل هيك بتروح هيك، إذا صار معك بتروح هيك، إذا صار معك كذا بتروح هيك، إذا حصل معك إنه الدواء هذا عمل لك الشيء الفلاني لازم تترك الدواء وتروح على الدواء الفلاني، ورجع لي الأسبوع الجاي مشان نعمل كذا، ولازم تعمل الفحوصات الفلانية، ولازم نشوف شو وضع الكارديو فاسكولر بروفايل عندك، ولازم نشوف، ولازم. هاي كلها اسمها خطة علاجية، أو بنسميها بروتوكول علاجي. والبروتوكول العلاجي والثيرابيوتكس هي دراسة يعني the clinical profile للدواء، the clinical profile أو clinically شو ممكن نعمل في الدواء، هذا علاجية. pharmaco economics إنك أنت تدخل ال economy والcost وال يعني تأثير الcost والتكلفة للدواء. وممكن يكون في نظر بعض الناس مش مهم، بس في نظر ناس تانيين مهم. ما بقصد فقير وغني، طلع كيف، الكوست مش مهم علينا كأفراد،
كأفراد. يعني أنت صحتك بالدنيا، فمش مهم الكوست أنت كفرد. أنت بيش بحكيها، بحكي كلام مهم. الكوست مش مهم أنت كفرد، الكوست مش مهم. ليه؟ لأنه صحتك بالدنيا. مين أهم، الألف شيكل ولا صحتك؟ صحتك أهم من الألف شيكل. فأنت بتدفع ألف شيكل مشان تشتري دواء، مش مهم. يعني القضية في الكوست مش قضية أفراد. الأفراد حتى لو غير قادرين بنخلق مصارخ مشان نعالج نفسنا. فالأفراد مش قضية، احنا متفقين بأنه الصحة أهم من المال، وبناء عليه الإيكونومي مش مهمة بتاتا في العلاج كفرد. علاجك أنت كفرد، أنت بدك تعالج نفسك، أنت بدك تعالج أبوك، أنت بدك تعالج أخوك، بدك تعالج بكرة في المستقبل ابنك. هذا كله الكوست مش مهم، مش مهم بغض النظر أنت فقير ولا غني. يعني سواء معك مصاري ولا معكيش مصاري، الكوست مش مهم. يعني بالآخر بده يتدبر وبده ينجاب، مش قضية. أوكي، أنت غني ومعك مصاري وابنك يحتاج لدواء، بتدفع مصاري كتير مشان تعالج ابنك لأنه ابنك غالي عليك، تمام. طب أنت معكيش مصاري، بتشحد من الناس وبتدفع مشان تعالج ابنك لأنه ابنك غني عليك. أوكي، فالكوست مش مهم كفرادة. وين الكوست مهم؟ كحكومات وكوزارات، لأنه بصير في ميزانيات. هاي الميزانيات ممكن الحكومات ما تقدر عليها، فبتصير القرارات هناك حاسمة، حاسمة جدا. ولما نيجي ندخل دولة وزارة الصحة مثلا مشان يعالجوا فيه، ما بحكي عن دول فقيرة فقط ودول نامية، حتى الدول المتقدمة أمريكا وأوروبا وكذا، الإيكونومي مهم جدا، والكوست أوف ذا درج مهم جدا من وجهة نظر وزارة أو من وجهة نظر حكومة، لأنه في ميزانية بالآخر بدها تنحط لوزارة الصحة. هاي الميزانية إذا مش موجودة، معنا إحنا ما بنقدر نعمل اللي بدنا إياه. فلما تيجي تدخل دولة وزارة الصحة، طلع كيف؟ طلع شو بحكي؟ أنا بحكي مثلا فلسطينيا هون، أنا اشتغلت في هذا المجال وبعرف. يعني اشتغلنا في مشروع كبير لترشيد استهلاك الدواء، وهذا المشروع استمر 3 سنين من 2011 ل 2014، وفهمنا وعرفنا أشياء كتير فيه، ودخلنا مع وزارة الصحة الفلسطينية في تنظيم استخدام الدواء وعمل بروتوكولات علاجية، وكمان موضوع إدخال الدواء على الوزارة من عدم إدخاله. اشتغلنا 3 سنين، وكان شغلي وقتها أنا من 2011 ل 2014 تحت عنوان، يعني تحت ذراعين المحركين، كانوا جامعة النجاح ووزارة الصحة. يعني في هذاك الوقت أنا طبعا مشروع محدود، يعني محدد، يعني كان يكون في عندي أنا راتبين من وزارة الصحة ومن من من جامعة النجاح في الفترة هذيك. هلا العمل كان، العمل هو عمل بروتوكولات علاجية للمستشفيات الحكومية، زائد إنك أنت مثلا نعدل قائمة الأدوية في وزارة الصحة. تعديل قائمة الأدوية يتطلب معرفة بالكوست، لأن الكوست مهم. بتحكي عن وزارة هون، ما بتحكي عن فرد. فمثلا بدنا نيجي ندخل دواء A، هذا الدواء سعره 50 شيكل، لكن مريض بده ياخده في الشهر في الضفة كلها، قديش بكلف؟ التكلفة قديش صارت؟ 2 مليون. 2 مليون بيستاهل ندفعهم مشان هذا الدواء؟ إذا بيستاهلوا آه بدنا نجيبه طبعا، أهلا وسهلا. بس إذا ما بيستاهلوا، لا، بنحط 2 مليون على دواء تاني أفضل يخدم الناس أحسن. لاحظين كيف النظرة بتصير؟ بطلت إنه والله حياتي أغلى من الدواء وأغلى من المال لا مش هيك الموضوع. الموضوع إيكونومي، اقتصاد. فبتذكر أيامها كنا نهمل، وهذا حاصل في العالم كله، انتبه، مش بس فلسطين، هذا حاصل في العالم كله، نهمل إدخال أدوية لأنه التكلفة عليها غالية. هلأ هل في بديل يسد عنها؟ نعم في بديل، وبالتالي احنا بنحط البديل. أوكي، هذا بنسميه ترشيد استهلاك الدواء، يعني الاستخدام المنطقي للدواء حكوميا، الاستخدام المنطقي السليم الشرعي للدواء. أوكي، فبتدخل دواء سعره 10 شيكل أحسن ما تدخل دواء سعره 20 شيكل. يعني أنا كفرد بدفع 20 و30 و50 و100 و1000، بس كحكومة إذا معها بتدفع، وإذا معهاش مش راح تدفع. أوكي، فيعني بيتم هذا، بس يكونوا عارفين بأن وزارة الصحة الفلسطينية، هذا كلام جانبي جدا، وزارة الصحة الفلسطينية مدخلة أدوية غالية على الوزارة، حكومات عالمية كبيرة مش مدخلتها. يعني بعطوا للناس أدوية مجانية، بفوتوا المرضى اللي عندهم مشاكل خاصة، بندفع له
يمكن عشرات الالوف من الشواكل وهو مش عارف وما بيعرف. يعني والله واحد في عنده مالتيبل سكليروسيس بروح بتعالج على حساب الحكومه وعارف شو بدفعوا له مصاري مو ما بيعرف ومفكر بعطوه دواء رخيص اوكي الى اخره. يعني الناس عندهم مثلا فايرال انفكشن سيفير فايرال انفكشن وبدخل على المستشفى وباخد انجكشن من انتي فايرال دراج. في اشياء بتكون غاليه جدا جدا جدا. مرات الفايل الوحده بيكون حقها 2000 شيكل. واحد في عنده مثلا مشكله في الكولون التهاب مزمن في الكولون التريتيف لايتس او كرونز ديزيز وبتعالج على حساب الحكومه بتغطي الناس هدول. بروح على المستشفى ممكن باخذ ابره ولا ابرتين كل شهر ولا ثلاث ابر كل شهر وبروح باخذها وبروح وبحكي اعطوني ابره ومش عارف شو اللي صار ومش عارف انه الابره الوحده هاي حقها 3000 شيكل والوزاره دفعتها عنه اوكي. فهو دافع مدفوع عنه في الوزاره في الشهر 6-7000 شيكل ممكن اوكي على حساب الوزاره. كون عارف انت بس انا ما ليش علاقه في الوزاره بلاش تفكر انه انا بحكي في إشي لمصلحتي لا حاليا ما ليش علاقه بتاتا بس اللي كون عارف انه وزاره الصحه الفلسطينيه انا بحكي لاني اشتغلت وعرفت وشفت في عيني وزاره الصحه الفلسطينيه بتوفر ادويه للناس في الكرونيك ديزيزز قد تكون مش موفرتها اكبر حكومات عالميه هلا في مشاكل وفي تقصير وفي كذا في بيحصل اشياء كثير وبتنقطع ادويه مهمه من عندهم والى اخره. بس اعرف انه اللي حكيته انا شفته في عيني واللي بسمع مش زي اللي بشوف. بتسمع على السوشيال ميديا اشياء كثير ممكن تصير بناء عليه انت تقرر قرارات جوا دماغ بس احيانا كل اللي بتسمعه بيكون مش صحيح. ما تعتمد على السوشيال ميديا في السماع. ما هلا بناخذ بريك. ما تهتم بخبر عابر انت شفته على السوشيال ميديا وتعتبره قرار بناء عليه انت تبني قرارك عليه. لما تسمع بانه والله المستشفى الفلاني صار في خطأ كبير ادى الى موت فلان الحامل و و و و و هذا كلام ممكن يكون صحيح. هذا كلام عامة الناس بدها اشي تحكي فيه. انت ما تصدق. اذا انت بدك تصدق بدك ترجع للمصدر وتشوف الحدث من ناس محكمين وناس موثوقين. هناك بتسمع الكلام وبتقرر. بس ما تسمع كلام عابر وتمشي الأمور على أساس بأنه والله قرأنا كذا وسمعنا كذا وشفنا كذا. أحيانا بيكون كل الكلام كذب مش صحيح ما لهش أي أساس من الصحة أو مبالغة. هل أنت يصير معك حدث يعني عفوا يصير معك حدث مش مشرف مش مشرف. أنا ما بقصد مشرف. المشرف الناس بتطلعش عليه. المشرف الناس ما بتطلع عليه. بس لو صار معك حدث مش مشرف يعني صار إشي بعيبك بعيبك. كل الناس بتحكي كل الناس بتكبر بتضخم بتهول الحدث لحد ما يصير كل الكلام اللي بنحكى في السوشيال ميديا هاد ما إله علاقة بتاتا في اللي صار عمليا معك. انت بريء مسكين. هي نكشة صغيرة صارت وبس. بس لأنها إشي سلبي الناس بدها السلبي مشان تحكي فيه وبصير يكبروا يعظموا أوكي. بس بالآخر بيوصل الخبر لدرجة إنه مش صحيح. أنت ما تعتمد تسمع أنت مثلا إنه الوزارة مقصرة الحكومة مقصرة ما بدفعوش للناس معطوش للناس مصاري ما 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 فيش دواء مظبوط في وزارة الصحة الكل فيه تقصير الكل أوكي فيه تقصير بس الجانب الآخر الوجه البوزيتيف انت ما سمعته لأنه الناس ما بتحكي في البوزيتيف. الناس بدها إشي نيجاتيف تحكي فيه بس صح. فأنت ما تعتمد على كلام الناس بس بدك خبر صح بدك المصدر الموثوق. هيك الأصول هيك أنا يعني حياتي علمتني. قبل ما نطلع بريك فارماكو إبديميولوجي الحكي عن البانديميك والانتشار والإنديميك وغيره اللي هي الانتشار الأوبئة كيف تقول هلأ الكورونا فيروس هذا كله بدخل تحت عنوان فارماكو إبديميولوجي الحكي عن انتشار الدواء على عدد كبير المرض والدواء على عدد كبير من الناس. يعني في فلوانزا من نوع خاص انتشرت مؤخرا في هاي السنة في منطقة معينة هذا اسمه وباء اوكي. فهذا بصير فيه حكي
معين بخصوصية معينة تحت عنوان فارماكو إبديميولوجي، واستخدام الدواء بكون في هاي المرحلة لهدول الناس تحت عنوان فارماكو إبديميولوجي. أوكي، يعني الربط بين الدواء وانتشار الأوبئة. أوكي، نفس الكلام مثلا في الكورونا، انتشر الدواء وصار مش بس وباء، صار جائحة، يعني عم على العالم كله، على العالم كله. فالحكي في الكورونا والحكي في الأدوية المستخدمة في الكورونا، هذا كله تحت عنوان فارماكو إبديميولوجي. بنغيب ربع ساعة وبنرجع بنكمل، ماشي يا جماعة؟ تمام هيك؟ تمام؟ بنغيب ربع ساعة وبنرجع. تمام دكتور. تمام. هاي الساعة 10 إلا 5، يعني للعشرة وعشرة. بغيب ربع ساعة للعشرة وعشرة. يعطيكم العافية.
اوكي يا جماعه نرجع نكمل موجودين؟ نعم موجودين. تمام. فارماكو ابديميولوجي حكينا انها الاشي اللي له علاقه بالاوبئه وانتشار الاوبئه زي ما بيحصل حاليا في كورونا. واتس ا دراج، شو هو الدواء؟ الدواء هو اي ماده ممكن تعمل موديفيكيشن للفيسيولوجي او الباثولوجي، اوكي، وممكن انها تستخدم لا اما دياجنوزز او بريفنشن يعني بروفيلاكتيك او تريتمنت لمرض. طلع كمان مرض تعريف، التعريف مهم، التعريف مهم، مهم جدا. الدرج هو اي ماده ممكن تعمل موديفيكيشن للفيسيولوجي اوف ذا بودي او الباثولوجيكال ستيت يعني الحاله المرضيه، بحيث انها تستخدم دياجنوزز او بريفنشن او تريتمنت للمرض. طيب يعني خلينا نحذف اخر ثلاث كلمات. لو حذفنا اللي بعد كلمه اند هون، كان بي يوزد فور دياجنوزز بريفنشن اور تريتمنت فور ذا ديزيز، شو بصير تعريف الدواء؟ انه اي ماده بتغير الفيسيولوجي، بتغير الفيسيولوجي وبتغير الباثولوجي. هذا تعريف شو بصير؟ اوكي اسراء ماشي، شو بصير التعريف؟ بصير يعني احذف كلمه دياجنوزز بريفنشن تريتمنت. طيب بصير التعريف لاي ماده شيء باكلها الانسان، اي ماده ضيط حتى الضيط. يعني اذا بتحكي انت بس عن تغيير فيسيولوجي، هو الضيط بغير الفيسيولوجي يعني له علاقه في الفيسيولوجيكال فانكشن، بس الدواء لازم يكون يستخدم للتريتمنت او للبريفنشن او دياجنوزز. تريتمنت علاج امراض، طب البريفنشن يعني التطعيم، او مثلا شيء بروفيلاكتيك يعني انت ممكن تستخدم مثلا انتي بايوتيك في المستشفى قبل العمليه الجراحيه، هذا اسمه prevention او prophylactic يعني وقايه. ممكن تستخدم انت حاليا مثلا بسبب وجود كورونا تستخدم مثلا مكملات غذائيه هدفها تقويه جهاز المناعه ودعم جهاز المناعه، هذا اسمه prevention او prophylactic وهو دواء علاج يعني دواء drug. وdiagnosis في المختبر ممكن نستخدم مواد الهدف منها to diagnose the disease، برضه هذا اسمه درج. فالدرج هو اي شيء له علاقه في المرض من ناحيه تغيير الفيسيولوجي والباثولوجي ومن ناحيه البريفنشن والتريتمنت والدياجنوز. طبعا كلمه درج هي فول سكرين، عفوا، كلمه درج هي كلمه درج يعني من ناحيه السوشيال ميديا، يعني سوشيالي تعني المخدرات، فاهمين؟ يعني لو انت ماشي في امريكا في الشارع وبتقول درج فكروك بتحكي عن مخدرات. كلمة drugs تعني مخدرات بالمعنى الشعبي، بالمعنى الشعبي باللغة الإنجليزية drug يعني مخدرات، بس drug بالمعنى العلمي هي دواء. أوكي خليك عارف هاي النقطة. لما نقول drugs بجوز بتسمعوا في الأفلام في المسلسلات الأجنبية وكذا، drugs يعني بقصدوا فيها المواد المخدرة، المواد اللي بتعمل عقاقير. دكتور لا، كلمة عقاقير إشي ثاني، كلمة عقاقير إشي تاني. كلمة عقاقير معناها الدواء اللي مأخوذ من النبات، يعني أي إشي ناتشرال مأخوذ من البلانت هذا اسمه عقار. يعني ما بيشمل كل الدواء؟ لا ما بيشمل كل الدواء، لا، العقاقير هي بس النبات، بس المأخوذ من النبات. أوكي فالدرج هي دواء بالعلم هيك، خلص الدرج معناها دواء. هلا في الاشي السوشيال والكذا بصير معناها انه مواد مخدره وكذا، لا مش قضيه. طبعا احنا ما قلناش في السوشيال، قلنا في العلم. دراجز يعني ادويه، دراجز يعني ميديسن، دراجز يعني ميديكيشن هيك. اوكي هلا مصادر الادويه في سلايد رقم 8، مصادر الادويه ممكن تكون بلانت، ممكن تكون من الهيومن اورجانز ماخوذه، مثلا في ادويه تؤخذ من
تقول مثلا من البول، في أدوية مميعة للدم بتعالج الجلطات ممكن ناخدها من البول، من بول الإنسان. ممكن تكون من الميكروب زي البكتيريا وغيره، ممكن تكون سينثيتك مصنعة في المختبر، ممكن تكون سيمي سينثيتك. هي سيمي سينثيتك داخلة تحت عنوان سينثيتك، بس ممكن تكون سيمي سينثيتك. بمعنى شو يعني سيمي سينثيتك؟ يعني عارفين شو معنى سيمي سينثيتك؟ يعني دكتور طبيعي بتعدل عليه، طبيعي بتم التعديل عليه، يعني في جزء مأخوذ من الطبيعة وفي جزء تم تعديله. يعني الكور ميتي يعني يعني المركز الدواء، أساس الدواء، الجزء الأساسي في الكيميكال ستراكشر، هذا مأخوذ من الطبيعة، مأخوذ من دواء مثلا، مأخوذ من البلانت. أوكي، هلا تم تصنيع أشياء عليه وعمل موديفيكيشنز وإضافة كيميكال ستراكشرز أخرى إله، وإضافة كيميكال مويتيز إله معينة، ضفنا عليه ميثيل جروب، ضفنا عليه إيثيل جروب، ضفنا عليه كذا، يعني غيرنا في الأورجانيك ستراكشر إله. الهدف تعديل أشياء إلها علاقة في الكايناتيك وفي الدايناميك، وتعديل الكايناتيك راح يؤدي إلى تعديل الدايناميك بالآخر. فعدلنا أشياء مشان نحسن من صفات الدواء أو مشان نعمل نسخ معينة أخرى من الدواء. أوكي، هذا كله راح نشوفه لما ندرس في مسكنات الألم، مثلا الأوبيويدز، لما نيجي على المورفين والمورفين ديريفاتيفز. المورفين ناتشرال، بس مثلا الكودائين سينثيتك او سيمي سينثيتك. اوكي، تقول مثلا الهيدروكودون سيمي سينثيتك، هذا الاساس في مورفين، بس تم تعديل عفوا تم التعديل عليه حتى نحسن من الكاينتيك بروفايل. اخر جزء ريكومبيننت بروتينز. شو يعني ريكومبيننت بروتينز؟ قلنا الدواء بقول يعني كومباينيشن للجينات عشان يكون دي ان اي من الدي ان اي. تمام، حلو جدا. ريكومبيننت بروتينز يعني ادويه مصنعه عن طريق انه نعمل ريكومباين لاجزاء من البروتين، يعني دي ان اي، ريكومبينيشن اوف دي ان اي ستراكشر، مشان نصنع دي ان اي جديد وبالتالي نصنع بروتين جديد ويكون علاج. طبعا العلم شغال على اخر نقطه بقوه، ركزوا معي، بدي احكي كلام مهم. هلا احنا حكينا هون خمس نقاط: بلانت، هيومن ديرايفد، مايكروب، سينثيتك، ريكومبيننت بروتين. اول اربعه هدول اشي عادي. شو يعني اشي عادي؟ يعني كيميكال، والكيميكال اشي قديم او عادي او معروف او فش عليه مستجدات جذرية حديثة. اللي بدرس كيمستري يا جماعة، اللي بدرس كيمستري غالبا الكيمستري يعني هي علم بحث يعني يتطور ببطء. ليش؟ لانه هذا علم بيور ساينس، مش علم تطبيقي، هذا علم اساسا بيور ساينس. كيف تقول ماث رياضيات؟ كيف لما نقول ماث رياضيات؟ الماث والرياضيات علم جامد جاف بيور ساينس. بس لما تيجي تحكي عن الحاسوب المعتمد على الرياضيات، الحاسوب لا، اشي يعني كتير فليكسبل، وهو يعني ابليكيشن. انت بتحكي عن علم تطبيقي، في ابليكيشن، في اشي في البراكتس جديد، في اشي في التكنولوجي، في اشي. فعلم الحاسوب مثلا يتشعب ويتفرع ويتطور بسرعة كبيرة جدا. بس لما تيجي تقول علم الرياضيات، لا، الماث الماث بتضل ماث. اوكي، فاللي دارس مثلا ماث قبل 20 سنة واللي بدرس ماث اليوم تقريبا نفس العلم. اذا تغير بكون تغير اشي بسيط، بس البيسكس وحده، يعني ال المسلمات واحدة، واحد زائد واحد بيساوي اثنين، مسلمات فيش فيها. أوكي، فالعلم البيور ساينس زي الماث والكيمستري هذا علم غالبا لا يتطور، يعني علم جامد، يعني علم جاف. طبعا في تطور بس بسيط، في تطور في اكتشاف أشياء بس بسيطة، بتضل بسيطة جدا as compared to what للعلوم التطبيقية. العلوم التطبيقية اللي هي مثلا زي تقول حاسوب، زي تقول تكنولوجي، زي تقول كذا،
هلا هون نفس الكلام، اول اربع نقاط كيمستري، علم جاف ثابت واضح معروف، لكن الريكومبيننت بروتين هذا بطلت كيمستري صارت بيولوجي. فالأدوية تقسم إلى قسمين، إذا بدك اكتب في الفراغ اللي هون، إذا أنت عامل print out اكتب بالفراغ اللي هون. الأدوية تقسم إلى قسمين من الناحية اللي بحكي فيها، يا chemical drugs يا biological drugs، يا chemical يا biological. الكيميكال إشي قديم عادي، أوكي بنصنع أدوية دائما جديدة بس بتضلها البيسك فيتشرز واحدة، فاهمين يا جماعة؟ لأنه الكيمستري علم أصلاً ثابت أساساً، يعني almost ثابت، بديش أقولك ثابت 100% almost هو ثابت. فبضلنا إحنا ضمن ليفل معين، يعني في limitations للتطور، يعني التطور بوصل إلى حد معين وبعدين خلص فيش تطور. ليه؟ لأنه هذا كيميكال مبني على كيميكال ستراكشر، فأنت بتضلك تغير وتلعب وتبدل في الأدوية وبتكتشف أدوية جديدة، بس بالآخر في إلها limitations في عملها، في إلها حدود في الميكانيزم of action إلها، في إلها ما يحددها من ناحية التطور في علاج الأمراض، سواء كانت plant أو human derived أو بكتيريا microbe أو synthetic. بينما recombinant protein لا، هون في صراعات تطبيقية بتخوف، هون في إيش جديد ما كانش، هون في تطبيق بيفتح أبواب إلها بداية ما إلهاش نهاية. فالريكومبيننت بروتين مثلا إنك تيجي تعالج الهيموفيليا اللي حكينا فيها الصبح، تيجي تعالج أنت الهيموفيليا بإنك تصنع نيو دي إن إيه ستراكشر باي ريكومبينيشن ريكومبايند، يعني تجيب تو ستراكشرز أوف دي إن إيه سيجمنتس تشبكهم في بعض، أوكي، وتعمل نيو دي إن إيه، ومن النيو دي ان اي تزرعه بحيث يعمل لك نيو بروتين، والنيو بروتين هذا يحصل بانه يكون علاج. يعني انت زرعت في الجسم ما يؤهل الخليه لانها تعالج نفسها، فاهمين يا جماعه؟ انت بتزرع في الخليه ما يؤهلها انها تعالج نفسها، which is يعني so strange، يعني شيء كثير كبير، هذا شيء كثير كبير، اوكي. طبعا مش انه فيش له ديس ادفانتجز، له ديس ادفانتجز، يعني شو حكيت انا؟ حكيت كلمتين بسيطات وكانه بنلعب، قال امسك يعني السيجمنت اوف دي ان اي اشبكها مع سيجمنت ثاني اعمل نيو دي ان اي وبناء عليه بتعمل نيو بروتين. يا سلام بهالبساطه، يعني الحكي سهل بس التطبيق صعب. الحكي سهل بس التطبيق صعب، الحكي في جيب المال سهل بس التطبيق صعب، صح؟ هلا جيب المال بدك تحكي فيه، احكي، بحكي لك محاضرة عن كيف تحصل على المال ولا أبسط منها، يعني بحكي لك كلام بخليك يعني تحس حالك إنك أنت بكرة بدك تصير مليونير، يعني ببساطة، يعني يوتيوبر ولا غيره ولا في عندك مليون طريقة اللي أنت تجمع فيها مال وأنت قاعد في البيت حتى، أوكي؟ هيني حكيت كلام وهيني أبسطتك في كلام وأعطيتك الأمل الكبير. طيب يلا بكرة يلا صير يوتيوبر، طيب بكرة يلا أنت سير شخص بجيب مصاري بسرعة، كتير سهل عليك، يعني أكيد التطبيق إشي تاني، أكيد التطبيق بصير إشي تاني. نادين دكتور. نعم لو سمحت عندي سؤال. هلا هذه الطريقة اللي أنت حكيت إنه بدنا نشبك دي إن إيه ويصير عندنا بروتين جديد، طيب عشكل شو هذا اللي درج بنعطى للمريض؟ الدرج على شكل شو؟ على شكل جين ثيرابي، يعني انت بتدخلي في الخليه، في نواه الخليه بتدخلي فيها دي ان اي، نيو دي ان اي، زراعه جين. هلا احنا لما زرعنا جين تم العلاج جذريا والجسم بيكمل لحاله. هلا انت مش كل يوم بدك تزرع جين، تزرع جين اولها بس، هلا بعدين الجسم بيكمل لحاله. هلا بجاوب نادين وبجاوب اسراء، اوكي؟ فالجسم بيكمل لحاله، الجسم بيشتغل وبيكمل وبيعمل لك اللي بدك إياه لحاله، فأنت كأنك بس بتقول للجسم أنا بدي أعطيك المفتاح وأنت كمل. لا شك إنه يعني علاج حالياً في آخر سنوات مش آخر سنتين، آخر من 10 ل 15 سنة وبجوز أكتر، يعني من بعد 2005 تقريباً لليوم التركيز كل
إذا بتكون في يوم من الأيام بطريقة على جنب يعني ممكن نحكي في أشياء زي هيك اللي هو الـ new strategy of treatment. ممكن نتنور نحكي أو نعملها كأنها homework أو نعطي حدا يعمل presentation فيها. حدا منكم نشيط أجي أقول له مثلا تعال اعمل presentation في موضوع له علاقة في الـ new strategies of treatment. يعني انسى الكيميكال والمواد الكيماوية والمختبرات والنباتات والأعشاب واستخراج الأدوية من البكتيريا واستخراج الأدوية من الفطريات وانسى انسى كل الكلام القديم الفارغ. بدنا نشوف شو فيه إشي جديد. يعني الاستراتيجي الجديدة ممكن حد يعمل عليها بريزنتيشن وبالآخر يكون في كلام حلو جدا احنا نفهم شو اللي بصير في الدنيا حاليا. اعرف ان الدنيا انقلبت في آخر 15 سنة. اعرف ان الدنيا يعني صار فيها ثورة دوائية مرعبة في آخر 15 سنة. اعرف بأن الأدوية الحديثة أغلبها تعتمد على آخر جزئية biological compounds وليس chemical biological compounds. اعرف أنه هاي البيولوجيكال قاعدة بتعالج جذريا أساسا. طبعاً ما وصلوش فيها لا 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 إشي كتير يفرحك يعني بأنهم عالجوا السكري وعالجوا الضغط لا لسه ما وصلنا. بس الـ 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 الأبواب انفتحت بطريقة تانية. فاهمين يا جماعة؟ يعني أنت الباب كان مسكر كان في عندك ليميتيشن كنت قاعد أنت جوا الغرفة بس. اليوم انفتح الباب وصار عندك يعني بحر مفتوح. بحر هلأ قديش أنجزنا في هذا البحر؟ قديش عملنا؟ لسه مفيش إشي كتير تم إنجازه بس الباب مفتوح. هاي المهم الباب مفتوح. فالريكومبيننت بروتين فتح لنا باب لم يكن ومنه بندرج يعني أشياء تانية. يعني مش بس أنت بتقول جين ثيرابي، في جين ثيرابي، في مونوكلونال أنتيبادي، وفي أشياء تانية. الأدوية اللي بتنتهي بمقطع ماب 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 ام اي بي هاي كلها أدوية حديثة. في مميعات دم يا جماعة، المميع الواحد الإبرة والوحدة 2000 و3000 و4000 شيكل. أوكي، وبروح المريض على المستشفى بأخذها وبطلع وبروح هو مش عارف، هو مش عارف شو أخذ، هو مفكر ضحكوا عليه. أوكي، في أدوية حديثة عم تشتغل بطريقة كتير اختلفت عن زمان. زمان إشي تاني. لهون أنا بس في عندي شوية تحفظ، بس خليني أنا أجاوب على اللي سأل. أول إشي نادين بتقول دي إن إيه دكتور ممكن تعيد كيف بصير عنا دي إن إيه جديد؟ دي إن إيه الجديد إنه السيكونس للدي إن إيه اختلف. كيف اختلف؟ إنه إحنا صنعنا دي إن إيه جديد. كيف صنعنا دي إن إيه جديد؟ مسكنا دي إن إيه من خلية معينة مثلاً هيومن، ومسكنا السيكونس تبعه وأخذنا جزئية من هذا السيكونس. هلأ مسكنا دي إن إيه من مخلوق آخر أو من مصدر آخر، أوكي وأخذنا السيجمنت كمان معينة وربطناهم في بعض. لما ربطنا صار في عنا نيو دي إن إيه. النيو دي إن إيه عمل عنا لما زرعناه في الخلية نيو بروتين. أوكي نيو بروتين، فهذا كان جين وبالتالي فانكشن مختلفة. تمام، طبعا بتفكرش إنه هذا آمن جدا. هو آمن في النظرة الأولى بس ممكن يكون مرعب، ممكن يكون بخوف، ممكن يعمل مشاكل كبيرة. أنت قاعد بتدخل على الجسم إشي جديد، ممكن الجسم يرفضه كليا. ففي تفاصيل وكلام كبير بنحكي. بعدين إسراء بتقول بيأثر على إنتاج عن طريق المجزئات الرضافية. خلاص فهمت يعني كل شيء. تمام أوكي تمام. هلا في حدا سألني بشكل برايفت برضه بحالات الكانسر، يعني عن إيش بالضبط بتسألي بحالات الكانسر؟ كملي كلامك إذا بدك برايفت برايفت وبجاوبك. ها إيش بحالات الكانسر؟ يعني إيش المقصود لما سألتيني بحالات الكانسر؟ أو برضو طبعاً في الكانسر في 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 يعني استخدام كمان في ال في ال في الكانسر على أساس إنك أنت توجه الدواء لخلايا سرطانية محددة. المشكلة في علاج الكانسر يا جماعة إنه الدواء بيأثر على السرطان وبيأثر على المش سرطان وبيخرب. هون المشكلة في علاج الكانسر، هون المشكلة الأساسية في علاج الكانسر، إنه الدواء قاعد بركض مشان يعالج خلايا سرطانية، لكنه للأسف قاعد بضر في خلايا سليمة، فأنت بتصلح من جهة وبتخرب من جهة تانية. أوكي؟ فالأدوية الحديثة في الكانسر واللي اعتمدت على الريكومبيننت دي إن إيه كانت موجهة أكثر، كانت مور سبيسيفيك، مور سيلكتيف، فكانت كتير بتركز وبتوصل بشكل سبيسيفيك على
الكانسر السل. كل ما كان العلاج موجه كل ما كان بيرفكت بيرفكت، وكل ما كان العلاج جنرالايزد في الجسم كل ما كان علاج سيء مش منيح. انت بدك إشي سبيسيفيك دائما سبيسيفيك. واحد عنده ازمه، بتعرفوا الازمه اللي هي الربو، الازمه هي الربو. انا بالعمدا ماشي بطيء في السلايدز على فكره على اساس انه بدي احكي معاكم بطريقه الدردشه والاستفاده المنيحه، خاصه انه احنا في اول محاضرات، فبدي تاخذ الفيرست امبريشن عن الفارما والفيرست امبريشن عني بطريقه تشجعك احسن للدخول في المساق لقدام شوي بطريقه احسن. بديش اضلني امشي انا بالديدن العادي للسلايدات، اقرا سلايد وامشي، لا لا ما بدي هيك بالمره يعني. كل الفصل مش راح امشي الا بالطريقه هاي، بس راح نكون طبعا اسرع في القلب للسلايدات لاحقا. ايش كنت احكي انا؟ في فكره بدات فيها بس ما كملتها، اذا حدا معي مركز يذكرني. الربو، تمام، يسلم. الربو، هلا الربو العلاج اللي له، طلع كيف العلاج اللي للربو، انك تاخذ حبوب تعالجك للربو. والربو طبعا هو اللي عباره عن ايش؟ الربو يعني تضيق في القصبات الهوائيه، برونكو كونستريكشن، والبرونكو كونستريكشن بيعمل عنده اعراض الازمه اللي هي بصير سيفير كف، بصير في شورتنس اوف بريث، وضيقه نفس والى اخره، وبيضطر يستخدم ادويه. هلا الادويه اللي استخدمها المريض ممكن تكون حبوب، ممكن تكون شراب، اوكي، ممكن تكون انجكشن، وممكن تكون بخاخ. البخاخ وين بوصل؟ ده وين بوصل؟ على الأرفلة مباشرة. على وين؟ على الأرفلة والبرونكو مباشرة. على اللنج مباشرة، يعني وصل للألفيولاي دايركتلي. بينما الأدوية الثانية راحت على الدم، ومن الدم وصلت للرئة. طب مين أحسن، أوصل الدواء للدم وبعدين على الرئة، ولا دايركتلي على اللنج؟ لا دايركتلي. أكيد كل ما كان الدواء دايركت بيكون أفضل، أفضل لسببين. اسمع، أفضل لسببين. طبعاً إذا كان مش دايركت راح يخرب الدنيا، لأنه راح يكون فيه له سايد إفكت عالية. يعني جنرالايزد. وإذا كان دايركت مباشرة على اللنج راح نضرب عصفورين بحجر، طلع عصفورين بحجر. الإفكتيفنس عالية، الإفكتيفنس عالية. طبعاً فاست side effect duration بتكون اقل، والسايد افكت مالها اقل، اقل او شبه من عدم، يعني less side effect. تمام، يسلموا على كلامكم كله، يسلموا يسلموا اللي بكتبوا اللي بيحكوا، يسلموا. يعني السايد افكت اقل والافكتيفنس عاليه. راح لاحظ وين رجعنا لنفس الكلمتين، قلنا محور الكلام كلمتين، افكتيفنس وسيفتي. فكانت الافكتيفنس عاليه في اللنج لما احنا رحنا على اللنج وبس، وكانت السايد افكت كمان على اللنج اقل، لكن انت رحت بس على اللنج فانت ما اثرتش على الجسم كله. طبعا في تاثيرات بس بسيطه، يعني الدواء بوصلش الدم، بوصل الدم حتى لو حطيته في اللنج بوصل الدم. هي الرئه كاينه مفصوله عن الدم، يعني الرئه في غرفه والدم في غرفه تانية؟ لا، موجودين مع بعض، وبالتالي لما دخل الدواء على الرئه دخل على الدم، اكيد وصل الدم، بس دخل على الدم بتريسز، والتريسز هاي مش راح يكون في لها systemic side effects تذكر، خاصة أنه الدواء المستخدم في علاج الربو مثلا هو كورتيكوستيرويد، كورتيزون، والكورتيزون مشاكله كبيرة. فإذا كان الكورتيزون دايركت على اللنج أنت حميت الدنيا كلها، حميت الإنسان كله، وعطيته العلاج اللي بدك إياه بدون أي مضار. بس إذا كان الكورتيكوستيرويد على شكل حبة حبوب يبلعها المريض، أنت بتدمر فيه مشان تعالج اللنج. فكل ما كان الدواء جنرال كل ما كان side effects أكبر، كل ما كان دواء مش منيح، وكل ما كان الدواء more specific more selective more direct يعني على specific tissue اللي بدك إياها، كل ما كان أضبط. تمام 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 تمام، أوكي. فالدواء هيك. الدواء الحديث للسرطان بيركز أكثر على الخلايا السرطانية which is perfect. طيب الأدوية الحديثة كلها في كل المجالات حتى الكيميكال compounds صارت شوي more selective more selective more selective، يعني انت بتتوجه على اللي بدك اياه وبتبعد عن اللي ما بدك اياه. هذا شيء كثير اكسلنت، هذا شيء كثير تمام، انك انت بتخفف من السايد افكت. فالفوكس مهم. اذا انت بدك تتخصص في طب الاسنان ادرس طب اسنان، مش تقعد تاخذ في مواد تضيع الفصل والسنه
والأربع خمس سنين تضيعهم بس وانت بتاخذ في مواد ثقافة عامة وثقافة فلسطينية ودراسات سياسية وثقافة إسلامية، كل الاحترام هاي ثقافة بتقرأها في البيت، بس انت في الجامعة جاي تدرس دينتل، ركز دينتل 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 دينتل، مش تضلك تشتغل برا وتقول هيني جيبت علامة عالية في الثقافة الإسلامية. انت ما بدك تطلع على المنبر وتحكي خطبة، انت 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 مش موضوعك تحكي خطبة، انت قاعد في عيادة الأسنان بدك تعالج أسنان، اوكي. فالفوكس الفوكس انا مع الفوكس، انا مع الغاء على فكره كل المواد الثانويه هاي في التخصصات، الغائها كلها كومبليتلي تماما، يعني المواد الثانويه زيحها على جنب، ركز على اللي بدك اياه احسن. المواد الثانيه ثقافه، انت ما بتجبر حدا يتثقف، اللي بده يتثقف بيتثقف وهو في بيته، ما بتيجي تجبره وهو طالب جامعه عمره 20 سنه انه يتثقف. فانا ضد اعطاء المساقات الثانويه أول سنة كلها بتروح هيك، بعرف بعرف يا أمين، بعرف 100%، وكان مظبوط هبة كمان بنخلص في أربع سنين 100%. أنا بتذكر لما درست الصيدلة في البكالوريوس أخذت خمس سنين، الخمس سنين أنا حسب تقديري حسب نظرتي حاليا لشو معنى صيدلة وشو معنى دواء وشو معنى تخصص وشو معنى كذا، أنا حسب تقديري الخمس سنين تنتين منهم جنك nothing ولا إشي، هذول سنتين راحوا هيك عبث، وفي ثلاث سنين استفدت منهم. فالأصول مش بس الثلاث سنين استفيد منهم، كمان السنتين يكونوا فوكس على تخصصي أنا على الصيدلة نفس، ساعتها بكون أخذت معلومات أفضل. والثقافة الثانية بقرأها في البيت إذا أنا بدي أتثقف، وإذا أنا ما بدي أتثقف الحياة بتثقفني وبتعلمني، وإذا الحياة ما ثقفتني ولا علمتني خلص أنا ما بستاهل إني أكون مثقف، خليني زي ما أنا. تمام؟ بتأيدوا الكلام؟ نعم صحيح. أكيد. تمام. بشدة ممتاز. الآن فيها شدة ممتاز. ريكومبيننت بروتين بس صارت 10:40 دقيقة. هلا شوية وبنخلص. طيب بس بدي أبدأ أنا في التوبيك اللي بعده. General Principles of Pharmacology. إحنا بنحكي عن Sources and Nature of Drug Dosage Form و Prescription Writing. يعني الجزء اللي بدي أحكي فيه المحاضرة الجاي، المحاضرة الجاي كلها يوم الثلاثة القادم راح يكون عن هدول الجزئين، Sources and Nature of Drug Dosage Form، يعني مصادر الأدوية من وين بالتفصيل. إحنا حكينا Plant و Microbe وغيره وغيره، نحكي شوي بالتفصيل عنهم مصادرهم مع الأشكال اللي إلهم، حبوب، مرهم، سيرب، بتقول مثلاً كابسول، تقول إنجيكشن، تقول بخاخ، تقول نيبولايزر، تقول مش عارف شو، كل هاي دوزج فورم نحكي فيها. والبريسكريبشن رايتينج يعني كتابة الوصفة الدوائية، طبعاً مهم جداً إلك لأنك أنت طبيب وراح تكتب وصفة دوائية، فلازم تلتزم بالمعايير الأساسية لكتابة الوصفة الدوائية. الالتزام هون مش optional، الالتزام is must. ليه؟ إذا أنت ما التزمت بجوز تعتبر أنه هذا الكلام مش كتير مهم، يعني شو يعني التزم في كتابة اسم المريض وتاريخ العلاج والتفصيل بالنسبة للدواء وكيف لازم أوقع وين لازم أحط وهل يكون printed ولا يكون مثلا handwritten وشو أعمل وشو أسوي وإيش التفاصيل. بجوز أنت تفكر أن الكلام مش كتير مهم، هذا ثانوي، هذا برا موضوع الدواء. لا، لما الإشي أثر على التطبيق معناه برجع مهم. لما مش مهم أخطاء في كتابة الوصفات الطبية على الناس، إذن أنت مجرم في حالة ما التزمت. في ناس ماتوا من وراء أخطاء طبية سببها تهاون الطبيب في كتابة الوصفة، في ناس ماتوا. هلا ممكن يكون السبب الثانوي إنه والله الصيدلان اللي بيصرف في الوصفة ممكن يكون جديد، خريج جديد، وبناء عليه هو ما عندوش هالخبرة الكبيرة، وبناء عليه صار الخطأ الكبير وتم الضرر على المريض. ماشي، هذا سبب تاني انه الخريج جديد، بس انت كطبيب بتوصف من عندك، لازم اللي من عندك يطلع كامل مش ناقص، مشان لو مسك الوصفة صيدلاني جديد، صيدلاني مش خبير، صيدلانية لسه تخرجت امبارح ولسه ما عندهاش الشيء، يعني ما عندهاش القدرة على صرف الوصفات بطريقة
كتير كتير أوكي يعني موهبة عالية. فأنت مشان تحفظ حالك وتحفظ المريض أهم من كل شيء، تحفظ المريض المفروض أنت يكون في عندك التزام في كتابة الوصفة. فمن نحكي عن الـ يعني الـ instructions والكذا في كتابة الوصفة، إذا هداية بدك إيش يحكي؟ لا دكتور بالغلط رفع إيده. آه بالغلط أو رفع قديمة مش مهم. تمام. هلأ بالنسبة للـ sources and nature بنحكي فيهم طبعاً المرة الجاي، بنخلص كل شيء. يعني المفروض يوم الثلاثاء أنهي هذا الملف كله، بنهي كله يعني بنمشي عليه بشكل سريع. المقدمة أعطتنا نظرة منيحة، فالمرة الجاي بنهي كل الملف هذا إن شاء الله. إذا ضل منه إشي بسيط بضل إشي شوي مش كتير يعني. وبدي أعطيكم كمان أمثلة على وصفات طبية عندنا هون في فلسطين عفشيكية، وصفات طبية مخربشة مكتوبة بطريقة راح تضحكك. بنزلكم إياهم على الجروب على الفيسبوك، بس شرط تكون الجروب مالها، صارت سيكريت. يمكن لهلا هي مش سيكريت على اساس انه لسه بنجمع في الطلاب عليها. في حاله تم تجميع طلاب عليها يا شيماء، شيماء هي المسؤوله معي، اذا كان في تم تجميع الطلاب عليها اذا تم تجميع الطلاب كلهم عليها بتعمليها سيكريت. بتعمليها سيكريت. اللحظه اللي صارت سيكريت بصير احكي معاكم عليها وانا مطمئن. ان شاء الله دكتور. هلا راح انزلكم عليها وصفات طبيه إن شاء الله. في فلسطين هون، في فلسطين وصفات طبية إشي بضحك. تمام؟ أنا خلصت هيك. في حدا بده يحكي أي إشي، يسأل أي سؤال، يحكي أي معلومة، في أي كلام من جهتكم؟ كله تمام؟ أوكي. إذن بقول يعطيكم العافية ونراكم بخير. يعطيك العافية دكتور. يعطيكم العافية بخير إن شاء الله. الله معكم، مع السلامة. هي end meeting end all.